يبدو أن صناعة التقاوي في مصر بدأت مؤخرا تدخل مرحلة جديدة، هي ثروة قومية كبيرة بالعديد من الدول التي حققت طفرة كبيرة في القطاع الزراعي. تم البدء في تنفيذ العديد من الإجراءات لتوطين هذه الصناعة، على رأسها التوسع في تطبيق الدراسات البحثية لإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والأرز، وقد أهل ذلك مصر للحصول على جوائز كبرى في مؤسسات ووجهات دولية. 5000 صنف معتمد بالمجموعة الوراثية لمعهد المحاصيل الحقلية. هناك ضوابط للتوسع في الأصناف الجديدة وبرامج تحفيزية للهيئات والباحثين، توصيات عاجلة للاستفادة من التغيرات المناخية في دعم منظومة إنتاج التقاوي، إلزام القطاع الخاص بتسجيل الأصناف قبل تداولها وتغليظ العقوبة على المخالفين، التشديد على تحقيق النقاء الوراثي بالأصناف الجديدة، فإفريقيا سوق رائج للمنتجات المصرية. المحاصيل الحقلية نجحت في إنتاج 20 طن من الأرز الهجين و2800 طن من القمح في الموسم الحالي. في الوقت نفسه فقد تبنت مصر خلال 8 سنوات أخيرة استراتيجية متكاملة للتوسع في المشروعات الزراعية الكبرى بالعديد من المناطق، وهي بالطبع بمثابة فرص ذهبية كبيرة لدعم صناعة التقاوي في مصر. على رأس هذه المشروعات العملاقة مشروع الدلتا الجديدة، غرب المنيا، تشكى الزراعية العملاق، إضافة إلى مشروع 100,000 فدان صوبة زراعية الذي حقق نجاحات كبيرة في ملف إنتاج أصناف جديدة من بذور المحاصيل الخضرية. من مصر، محمد عبد العال. ربما يكون الفترات اللي جاية نتيجة للتغير المناخي، نتيجة للحروب، قد يكون صراع على الغذاء. يعني مرة تانية المثال اللي حصل في الهند ده، ونقص القمح وارتفاع الأسعار المحلية، وبدل ما دولة كانت بتستورد بتصدر أصبح عندها عجز وهتفكر في الاستيراد، ده هنا بيطرح أمام كل دولة تحدي إن هي توفر غذائها محليا قدر الإمكان، حتى لو عندها محاصيل إن هي تتوسع في هذه المحاصيل. زي الرز من شوية بيصل بعض الأصناف الجديدة لخمسة طن في الفدان بدل ما كان 3 طن، فبيعمل وفرة محلية يخليك توفر غذائك في الداخل، ما تلجأش للاستيراد قدر الإمكان قدر الإمكان. عشان كده لازم نشوف إيه حكاية التقاوي دي، إيه حكاية إن توفير أصناف جديدة من التقاوي خصوصا في المحاصيل الاستراتيجية زي الرز زي القمح وخلافه، إنها تكون موجودة محليا. وأنا عارف إن في علماء مصريين بيشتغلوا على تطوير ده بشكل كبير، وشغالين في المشروعات القومية اللي بتقوم بها الدولة في الدلتا الجديدة وغيرها. برحب بالمهندس ياسر عطار، مدير عام إنتاج أو مدير عام شؤون إنتاج التقاوي بمركز البحوث الزراعية. مهندس ياسر، مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، مرحبا بحضرتك. أرجوك قول لنا إيه المحاصيل اللي أنتوا شغالين دلوقتي عليها تطوير التقاوي الخاصة بيها، وخصوصا في المحاصيل الاستراتيجية. حضرتك برحب بيك وبالسادة الضيوف. احنا شغالين على المحاصيل الاستراتيجيه زي ما حضرتك قلت، القمح والرز والشعير والفول البلدي والذره. اساتذتنا في مركز البحوث الزراعيه بيعملوا على استنباط اصناف جديده باستمرار. الانتاجيه زي ما حضرتك قلت من شويه، وصلنا في القمح مثلا ل 20 ل 25 ارداب للفدان. اللي كان قبل كده حضرتك بيحصل ان الفدان كان بيجيب بالكثير خالص 12 ارداب. عندنا في الرز زي ما حضرتك برضو قلت من شويه مع ضيوف الكرام، ان احنا وصلنا لانتاجيه من حوالي من 4.5 ل 5 طن زي السوبر 300 والساخه 108. الذره برضو الانتاج بيوصل فيه حوالي 23 ارداب بالفدان، مش كده؟ والذره الصفراء اللي احنا للاسف اللي احنا بنستوردها، واللي هي سبب في غلاء اسعار اللحوم والعلف. يعني هو زي ما حضرتك قلت ان الزراعه التعاقديه اللي بدات ديت منظومه لابد من الاستمرار فيها. بتقدم عائد مجزي للفلاح وبتشجعه على زراعه المحاصيل الهامه زي ما حضرتك قلت الذره. طب الذره الصفراء احنا شغالين دلوقتي برضو على الاصناف. احنا بقول لحضرتك وصلنا من 25 ل 30 ارداب، وكل يوم في جديد في الاصناف الجديده المستنبطه. بأصناف برضو بتتحمل الملوحة، بتتحمل الإصابة بالأمراض. ده نتيجة المجهود اللي بيبذله أساتذتنا في مركز البحوث الزراعية.
ارجع لحضرتك للقمح برضو المحصول معلش حابب ارجع مع حضرتك للقمح. هل المدى اللي احنا وصلنا له حاليا في انتاجيه الفدان من القمح، هل ده السقف ولا شغالين على انتاجيه اعلى؟ انا قلت لحضرتك يا استاذ عمرو ان احنا زمان كان لما بنجيب 12 ارداب الفدان كان بيبقى ده شيء رائع. النهارده احنا اقل حاجه بنتكلم في 19 و20 ارداب في متوسط انتاجيه. عندنا المحاصيل بتاعتنا مصر واحد ومصر ثلاثة والأصناف الجديدة زي سخا 95 وجيزم 171، الأصناف دي القدرة الإنتاجية بتاعتها بتوصل ل 30 أرداب للفدان ما شاء الله مع توفير العوامل المثالية ليها. في المتوسط بنتكلم النهارده الشركات الكبيرة اللي بتصنع اللي بتزرع في توشكا وفي شرق العوينات وفي مشروع مستقبل مصر اللي افتتحه الرئيس جايبين 25 ارداب ما شاء الله تقاوي السنه دي للفدان في متوسط انتاجيه. فدي طفره في محصول القمح. ايه المحاصيل طبعا التانية؟ الرز زي ما حضرتك اتكلمنا فيه. قلنا على الرز وقلنا على الذره. اكيد احنا والشعير. انتاجيتنا نمره واحد على مستوى العالم في انتاج المحاصيل الحقليه. كمعدل انتاج. طيب انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا مهندس ياسر العطار مدير عام شؤون انتاج التقاوي بمركز البحوث الزراعيه. وده شيء مهم جدا، يعني ده واحد من اهم المشاريع اللي ممكن تتبناها الدوله وبتشتغل عليها بجهد في الفتره الحاليه والسنوات الاخيره، هي فكره الزراعه والتوسع في الزراعه وقدر الامكان يكون في عندنا اكتفاء ذاتي وخصوصا من المحاصيل الزراعيه. ويا سلام لو يكون كمان عندنا فائض ومخزون استراتيجي زي ما هو مستهدف كده في الرز كمان باذن الله.